في إطار افتتاح الموسم الثقافي الجديد لسنة 2022-2023 بالمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بتزنيت، نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور محمود الزماطي اللي غادي يعطينا نظرة حول البرنامج ديال هذا الموسم الجديد 2022-2023، وفي النقطة الثانية غادي نجمع في الحصيلة ديال 2022. إذا في البداية بغيناك السي نرحب بك أولا، مرحبا، وبغيناك تعطينا واحد نبدة عن تعريف السي محمود الزماطي. محمود الزماطي إطار متصرف من الدرجة الأولى، إطار ديال وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. بديت المسار المهني في الإدارة المركزية في وزارة الثقافة سنة 2001، اشتغلت في مديرية الموارد البشرية بالإضافة إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالإضافة إلى مصلحة الشؤون الثقافية مصلحة الشؤون القانونية، ودوزت واحد 11 سنة كمندوب ديال وزارة الثقافة بأقاليم ورزاز زاكورة الغير، والتحقت بإقليم تيزنيت من سنة 2018 وحاصل على الدكتوراه في القانون، وأنتمي إلى الأقاليم الجنوبية خصوصا مدينة كولين. شكرا. إذا السي زماطي الدكتور زماطي، ممكن لك تعطينا واحد نظرة على افتتاح الموسم الجديد لهذه السنة 2022-2023، موسم ثقافي، أشنو باش كيتميز؟ إذا هذا الموسم الثقافي الذي نفتتحه اليوم بهذه الأمسية الثقافية الفنية التي ستحييها فرقة فتاح عبو وطلبته الأمريكيين، يعني أنه بالإضافة إلى ذلك هناك عروض مسرحية في إطار الترويج والدعم المسرحي ستشهدها رقح دار الثقافة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم في الشهر المقبل إن شاء الله ملتقى أفولاي، وهو ملتقى وطني، ملتقى المسرح الأمازيغي، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، يعني أنه هذه دورة رابعة إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك هناك أنشطة مختلفة يعني أنه تنظمها المديرية الإقليمية، بالإضافة إلى أنشطة تنظم بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى بالإقليم. زين، شكرا سي محمود الزماطي. لا شك أن سي محمود هو إطار ثقافي وعطى الكثير، خاصة اللي كنت في مسؤول في إقليم أقاليم ورزازات زاكورة وتنغير، وكان عندك عدة إبداعات اللي كنت كتميز بها واللي خلت واحد الصيت كبير في هذه الأقاليم. هذا يمكن تحدث لنا هذه الإبداعات اللي كنت درتيها؟ حقا هي تجربة غنية في واحد رقعة جغرافية هي غنية، مدينة ورقعة ديال القصبات والقصور ديال السينما ديال المخازن الجماعية ديال واحد الفسيفساء ثقافية، بإضافة إلى الفنون الشعبية. بالفعل بأنه من خلال هذه التجربة كنت في إدارة عدة مهرجانات وملتقيات، منها مهرجان أحواش الوطني فنون أحواش، منها مهرجان غني ورقصات الواحات، منها مهرجان المسرح الأمازيغي بقدس الكونة، إلى غيرها من التظاهرات. بالنسبة لي تجربة ديال ورزازات زاكورة غير هي تجربة غنية، تجربة يعني أنه خلقت انطباع لدي كمسؤول عن القطاع الثقافي، وحاولت ما أمكن بأنني أن أنسج هذه التجربة في هذه الربع من المملكة خصوصا في مدينة تيزنيت. فمنذ التحاقي بمدينة تيزنيت
أحاول جدا بأنني أرسم بعض التظاهرات والمهرجانات الثقافية في خريطة المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة. والحمد لله وصلنا إلى تنظيم مهرجان وملتقى أفو ليلى المسرح الأمازيغي الذي أصبح حاليا مهرجانا وطنيا يدخل في خريطة المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة. بالإضافة إلى ذلك هناك كذلك ملتقى أمارير للشعر الأمازيغي، هناك كذلك ملتقى أوكلان للفنون التشكيلية، وكذلك هناك مهرجان أمزاد للتراث الموسيقي الذي تم تنظيم دورتين منه، وهو يحتفي بأحدى الآلات الوترية العتيقة في هذه الروة من الملك وهي آلة الرباب. بالإضافة إلى ذلك هناك كذلك عدة أنشطة، منها ورشات، منها ملتقيات، منها كذلك احتفالات وتكريمات لوحد العدد ديال الرموز الثقافيه لهذه لتزنيت وحوالها. الحصيله هذه الحصيله في مدينه تزنيت، يعني فعلا اربع سنوات في مدينه تزنيت كانت حصيله غنيه الحمد لله. هناك اربعه مهرجانات تم تنظيم اربعه دورات أو ثلاث دورات من مهرجان أفولي، وسيتم تنظيم الدورة الرابعة إن شاء الله، ونتمنى أن تكون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. وكذلك تم تنظيم دورتين من مهرجان أمزاد للتراث الموسيقي، ودورة من ملتقى أمارير للشعر الأمازيغي، وكذلك دورة من دورة واحدة من ملتقى أوكلان للفنون التشكيلية. أريد أن نرجع لواحد الملتقى كان متميز ديال هذا الملتقى أميرية، يعني حضروا شعراء من ربوع المملكة، من حسيمة، من ناطور، من يعني أقل من المملكة، ولكن كان الملتقى الأول، لازلنا ننتظر الملتقى الثاني. فعلا ملتقى أمارير للشعر الأمازيغي كانت تظاهرة غنية ولا حمولة ثقافية وفنية، يعني أنه لقت استحسانا كبيرا من طرف يعني أن جمهور مدينة تزنيت، وكذلك من طرف المثقفين والمذيعين، يعني أنه وكان فرصة يعني ميزتيش حد من شاعر وشواعر يعني في هذا الإقليم، يعني برصيرهم يعني في الملتقى الأول. ولكن هل واش كاين امكانيه باش ان شاء الله يعني نامل بان تتيح لنا الامكانيه بان ننظم الملتقى الثاني، لان هذا الملتقى مهم جدا نظرا لحمولته ونظرا حتى للاثار والترسبات التي تبعت هذا الملتقى. وتنظيم تم تنظيم قوافل ثقافيه فنيه من مدينه تزيت الى مدينه ورزازات الى مدينه تفراوت، يعني انه يعني انه احد الملتقيات التي كانت لها صدى، كانت لها يعني انه حموله ثقافيه وفنيه، ولا زال يعني جمهور مدينه تزنيت وكذلك المثقفين ديال مدينه تزنيت والمذيعين ينتظرون ويلحون على دوره اخرى، ونتمنى ان شاء الله ان ننظمها في القريب العاجل ان شاء الله بحول الله. نرجع لهذا أفولين الدورة الثالثة الرابعة. إذا ممكنك تكلمينا على هذا، تعطينا واحد المحاة ونظرة على هذا الدورة المرتقبة إن شاء الله. الدورة المرتقبة إن شاء الله، ونتمنى ذلك أن تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله نصره الله. هي دورة كذلك لها ما يميزها، نظرا لأننا نعيش حراكا ثقافيا متميز، خصوصا بأننا في سنة بعد الجائحة، يعني بعد سنوات ديال الركود، ولم يتم تنظيم العديد من المهرجانات والتظاهرات، حتى الفرق المسرحية والمشتغلين في الميدان كانوا لا أقول في سبات، وإنما كانوا في انتظار هذه المواعيد الثقافية. وكتعرفوا بلادنا كما تشاهدوا بأنها حاليا تشهد واحد الدينامية ثقافية قل نظيرها. العديد من المهرجانات سيتم تنظيم هذا المهرجان في 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 بيئة وفي في في ظروف موازية مع تنظيم العديد من المهرجانات، من المهرجان المسرح الهوات في أسفي، من المهرجان الوطني في سطوان. يعني سيكون كذلك مدينة تزنيت ستحظى بتنظيم هذا المهرجان الوطني، يعني أن الذي يكرم ويعني أنه يكرم المسرح الأمازيغي ويكرم كذلك الأمازيغية ويعطيها المكانة التي تحتلها
وجودها في داخل سواء في داخل الدستور المغربي او الاقوام التنظيميه او غيرها من التشريعات التي بوأت هذه الثقافه مكانتها التي كان يصبو اليها جميع العاملين والمثقفين والفاعلين الثقافيين. اذا بالنسبه لك السي محمود، يعني هذا العمل، هذا العمل ديال الافوكاي وهذه الانشطه اللي هي برزات، واش كيكون واحد النوع ديال التجاوب والتشارك في انجاح هذه المشاريع الثقافيه؟ فعلا أنا هناك ديناميه، يعني ان لا اقول بان هناك العدم، وانما هناك تدخلات من بعض الجهات المنتخبة، مع أن ما زالت تدخلات محتشمة وتدخلات غير مؤسساتية، يعني أنه نصب بأنه دائما بأننا يعني نرسم هذه التظاهرات الثقافية ورسمها في إطار شراكات قارة وشراكات مؤسساتية لضمان استمراريتها وكذلك لضمان تنظيمها في أحسن الظروف. نأمل بأن تضافر الجميع الجهود وتملك هذه المشاريع، وهي مشاريع ثقافية مهمة من شأنها الجميع وتخلق واحد النشاط الثقافي في هذا الربع من المملكة، ولها أهميتها كذلك في تأطير الشباب وكذلك في يعني أنه يعني في الإبداع بمجمله. أعطي مثال بسيط على هذا الملتقى، ملتقى أفولي، يعني أنه هذه السنة مثلا سنة 2022 لدينا ثلاث عروض مسرحية تم إنتاجها وتم يعني أنه بلورتها في هذه الربع من المملكة، وهذا يدل على شيء إنما يدل على الدينامية التي خلقها هذا المهرجان وهذا الملتقى في في, في 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 الإقليم، بحيث كل دورات تعرف تكوينات مختلفة وتعرف كذلك تخطير الفرق المسرحية العاملة في هذا المجال، وهذه ثمار ديال هذا الملتقى وربما حتى التظاهرات الأخرى، يعني إنه سيكون لها ما لها إن شاء الله بحول الله، ونحن متفائلين في هذا الإطار. يعني ما كنركزوش غير على الشيء على واحد الثقافه، كاين حتى السينما، كاين حتى السينما الاخر، يعني كاين جمعيات هنا كنشوفوا عندك هنا في المركز الثقافي محمد خير. فعلا بانه مدينه تيزنيت، بالاضافه الى انه هناك مركب سينمائي، هناك كذلك عدة تظاهرات سينمائية تنظم في مركز الثقافة محمد خير الدين، وتؤثرها فعاليات المجتمع المدني وكذلك فنانين ومثقفين ومبدعين، وستكون لها كلمة إن شاء الله في المستقبل القريب. غندوز واحد المعلمة هي يعني بقات راكدة، وهي معلمة كبيرة ومبنية بناية، هي المعهد الموسيقي. أين وصل هذا؟ معهد الموسيقي حقا هي بناية بنيت بمواصفات عالمية، يعني أنه في بالإضافة إلى القاعات ديال التدريس وديال يعني أنه اللي يمكن يتلقوا فيها التلاميذ الدروس البيداغوجية والعلمية، هناك كذلك قاعة للعروض تتسع فوق 140 مقعد مجهزة بالصوتيات وبال يعني أنه الإنارة، يعني بالإضافة إلى ذلك هناك قاعة للتسجيل، بالإضافة إلى ذلك هناك مقصف، يعني أنه معهد مربي، يعني فعلا بأنه معهد تم بناؤه بمواصفات متعارف عليها، وكان محل اتفاقية الشراكة لتأهيل الجامع الحضري لمدينة تيزنيت، وشارك فيه الإضافة إلى الجامعة الترابية، هناك كذلك جهة سوس مساء، وكذلك وزارة الثقافة، وكذلك مديرية الجامعات المحلية. وزارة الثقافة ساهمت في هذا المشروع بواحد 3 مليون درهم، ومن خلال تجهيز جميع فضاءات هذا المعهد الموسيقي، إلى أنه هناك اتفاقية شراكة متعثرة من أجل تسيير هذا المركز. نتمنى أن تخرج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، وأن يرى هذا المشروع النور، لأن المدينة في حاجة إليه، والمثقفين والموسيقيين والمبدعين والفنانين ينتظرون بشغف هذا 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 الصرح الثقافي المهم. إذن شكرا سي زمتي،
على هذا سميتو في المعطيات في هذه الحصيله وما عرفتش هذا المدير يدير لكم ديال من نشاط ثقافي. ونتمنى ان شاء الله لكل كل هو ان ترى هذه المعمل النور ديال المعهد الموسيقي قريبا ان شاء الله باش تكمل الفرحه ديال الشباب هنا وتعطي حتى هي واحد قيمه مضافه للثقافه مدينه الكريم. شكرا ان شاء الله. شكرا.